Let me now take this opportunity to invite His Excellency Ahmed Attaf, Minister of Foreign Affairs and the National Community Abroad of the Republic of Algeria. Your Excellency, the floor is yours. شكرا سيد الرئيس. هنيئا لجمهورية أوغندا رئاستها الناجحة لمجموعتنا الموقرة، ومبارك لجمهورية العراق نيلها ثقة الدول الأعضاء لقيادة مجموعتنا خلال العام المقبل. كما لا يفوتني ولقاؤنا يتزامن مع الذكرى 60 لإنشاء تكتلنا هذا أن أستذكر ميثاق الجزائر التاريخي والتأسيسي لشهر أكتوبر 1964، وهو الميثاق الذي وضع البناء المؤسساتي لمجموعة 70 وحدد أهدافها الاستراتيجية بنظرة ملؤها الطموح والتفاؤل والتبصر. وفي هذا الصدد حري بنا، وتكتلنا يحمل تطلعات ثلثي سكان المعمورة، أن نعمل على رفع التحديات التي تواجهنا، وعلى رأسها إزالة الفوارق التنموية بين الشمال والجنوب، وكسب رهان محاربة الفقر، ومعالجة أعباء المديونية، وتجسيد أهداف التنمية المستدامة بمختلف أبعادها. وعلى هذا الأساس نحن مدعوون لحشد جهودنا بغرض الدفع بالمجموعة الدولية إلى معالجة أكبر إشكالية ترمي بكل ثقلها على جهود التنمية، ألا وهي إشكالية العجز في التمويل الذي يقدر ب 4000 مليار دولار وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. من هذا المنظور من الضروري أن نتحدث بصوت واحد بشأن هذا الموضوع بمختلف المحافل الدولية، وعلى رأسها المؤتمر الرابع لتمويل التنمية. كما ينبغي أن نواصل المطالبة بإصلاح شامل للمنظومة المالية والنقدية والمصرفية الدولية لتصبح أكثر استجابة لتحديات العصر الراهن الاقتصادية، وأكثر إنصافاً وتمثيلاً للدول النامية، وأكثر ملائمة مع مستلزمات برامج التنمية المعتمدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وشكراً سيادة الرئيس.